خلونا نروح لأحد النجوم الكبار اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي وعمل مدربا للنادي الأهلي، مدربا لحراس المرمى في النادي الأهلي، النجم الكبير كابتن طارق سليمان. يا كابتن طارق، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله كويس؟ تمام يا كابتن، والله الحمد لله يا كابتن. الحمد لله، الحمد لله. اولا يعني طمنا عليك وطمنا على احوالك واخبار الدنيا معاك ايه؟ والله يا كابتن الحمد لله تمام زي الفل. احنا مع المقاولين العرب شغالين، مع المقاولين العرب مع كابتن محمد عوده. اخر مباراه تعادلنا مع فيوتشر 2-2. 2-2 كانت نتيجه مهمه ان احنا نبني عليها في اللي جاي. يعني كابتن عوده لسه جاي الفتره الاخيره دي، يعني دي تاني مباراه بالنسبه له. طبعا الفرقه مش في افضل حال، يعني الموسم ده غير الموسم اللي فات تماما. من وجهه نظركم يا كابتن، شايفين المقاولين ازاي؟ لانه يعني كلنا كنا متوقعين ان نرى المقاولون بشكل مختلف. ما فيش شك طبعا احنا الموسم ده يعني البدايه بتاعتنا مش يعني مش افضل حاجه. تعادلنا في ماتشات كتير وخسرنا برضه مباريات كتير، ولكن طبعا لسه الدوري طويل وعندنا مشاكل كتير لسه، وعندنا ان شاء الله طموح ان احنا ان شاء الله الدور الاول ما يخلص ان احنا نبقى محتاجين بس مكسب. عارف دايما المكسب بيفوق والمكسب بيدي ثقه، فمحتاجين مكسب ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. عندنا المصري يوم الاثنين اللي جاي. يعني بنستعد. احنا كان عندنا طبعا النهارده كان عندنا اجازه، لعبنا امبارح مباراه وديه، وبنستعد ان شاء الله مباراه المصري. المصري عامل نتيجه ايجابيه اخر مباراه طبعا مع البلديه من يومين، كسب 3-0. فالمصري في افضل حالاته مع كابتن علي ماهر، فان شاء الله يعني الدوري صعب، ولكن احنا يعني بنستعد كل يوم وبنعمل شغلنا بشكل كويس جدا مع كابتن محمد عوده وباقي الجهاز، وان شاء الله يعني نوفق في المباراه اللي جايه ان شاء الله. يعني المقاولين نادي كبير واسم كبير جدا، ويعني احد الانديه اللي واخده بطولات كتير جدا بعد الاهلي والزمالك. فاتمنى ان شاء الله ان احنا الفتره اللي جايه دي يا كابتن اسلام يعني يبقى في توفيق معانا، وان شاء الله يعني بس نبدا. يعني بيني وبينك يا كابتن طارق، انا بتفرج على ماتشات المقاولين، بشوف ان المقاولين بيعمل ماتشات جيده، ولكن يعني خصوصا كتير. الماتش اللي فات ده تحديدا، ماتش المودرن فيوتشر، مظبوط، عاملين ماتش كويس جدا، ولكن للاسف مش عارف، يعني بحس ان الكره بتعاند شويه في خصوصا الشوط الاول. بالظبط يا كابتن اسلام، احنا فعلا الشوط الاول كنا ممكن يعني نبقى افضل كده ونجيب اهداف، بنضيع اهداف كتير، بنوصل للجول فعلا وبنضيع، بس في النهايه دايما النتائج هي اللي بتبقى دايما النتائج هي اللي بتحط المقاولين في مكان كويس، وهي اللي بتخلي المقاولين في مكان يعني مش افضل حاجه. صح، فاحنا محتاجين فعلا مكسب، ومحتاج يعني مجرد ان احنا نكسب. يعني كل خد بالك كابتن اسلام، فرق كتير جدا قريبه من بعض. طبعا 2 بونت و3 بونت و4 بونت، فماتش واثنين تبص تلاقي نفسك في حته ثانيه خالص. انما عايزين نبدا ان احنا نكسب، بس المقاولين نكسب. يعني احنا كسبنا طلائع الجيش في كانت ظروف صعبه جدا، وحطتنا في مكان كويس جدا، وطلعنا حوالي مركزين ثلاثه، فمحتاجين ان شاء الله نكسب الفتره اللي جايه دي، هتلاقي الوضع هيتحسن كتير جدا عن الوضع اللي احنا فيه حاليا. هو ده مدرب كويس، ربنا يوفقك يا كابتن طارق، ومحقق نتائج كبيره جدا مع يعني هو كان في الهلال فتره بقى، يعني لسه راجع من الهلال. الهلال الليبي، انا سمعت ان هو رجع تحديدا عشان تحديدا عشان المقاولين. يعني وصل يا كابتن، وصل دور مجموعات مع فرقه كانت بتنافس على المركز الاخير، وصل بقى خد ثالث الدوري، كان بينافس انه ياخد الدوري، وعمل نتائج ايجابيه جدا مع انديه كتير جدا في ليبيا. وحتى في المقاولين قبل كده يا كابتن عوده خد مركز رابع، ولعب في بطوله افريقيا، فعوده من المدربين الكويسين جدا واشتغل، والامانه مدرب كويس. انا اول مره اشتغل مع كابتن عوده، مدرب كويس وبيهتم كتير جدا بالتفاصيل وبيشتغل بشكل كويس قوي يعني. فاتمنى ان شاء الله نوفق الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك يا كابتن طارق ان شاء الله خلال الفتره القادمه. كابتن طارق، الاهلي، خلينا ننظر للجانب الاخر، النادي الاهلي وسفرية في إن شاء الله بعد ساعة يمكن أقل يصل النادي الأهلي إلى غانا لملاقات نادي ميدياما في مباراة صعبة جدا بعد المجموعة معقدة 6-5-5-4 جد. فبالتالي مباراة صعبة، تصريحات قوية لرئيس النادي يمكن إحنا متعودين عليها، ولكن رؤيتك لهذه المباراة؟ بص، رؤيتي المجموعة زي ما حضرتك قلت يا كابتن إسلام، مجموعة معقدة جدا، الفرق نقطة 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 لحد ما يعني ميدياما الرابع وعنده فرصة. ميدياما 4 بونت، عندك فرقتين 5 بونت، النادي الأهلي 6، كل فرقة بقى لها ماتشين. ميدياما عنده أمل، طبعا يعني حق مشروع إن المدرب يقول زي ما هو عايز، إنما أنت في النهاية بتلاعب بتصطدم مع النادي الأهلي، يعني وحش أفريقيا، والنادي الأهلي طبعا ما بيفرطش في البطولة يعني بسهولة. النادي الأهلي ان شاء الله باذن الله يعمل نتيجه ايجابيه في غانا.
تعودنا ان في مراحل في البطوله بتبقى مراحل صعبه. ودايما النادي الاهلي بيعدي بيها، بتكون في دور المجموعات، بتكون في دور الثمانيه، بتكون في قبل النهائي، بس النهائي في مرحله صعبه بتعدي عليك في البطوله. فدي من المراحل الصعبه اللي بتعدي. النادي الاهلي كان في مرحله صعبه جدا 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 في البطوله اللي فاتت وعدت، والنادي الاهلي خد البطوله. لو قعدنا نراجع بطولات كتير النادي الاهلي خدها هتلاقي في مراحل جدا عدى بيها، عدى بصعوبه في دور المجموعات، وفي النهايه بيكمل وبياخد البطوله. ففعلا المباراه مش تبقى سهله. احنا بنتكلم على فريق مركز رابع، انما احنا اتفرجنا عليه هنا يا كابتن اسلام، كان عامل مباراه كويسه مع النادي الاهلي هنا. المباراه ما كانتش سهله النادي الاهلي كسبها، ولكن كانت مباراه صعبه. انا شايف ان المباراه هناك مش هتبقى سهله، انما النادي الاهلي طبعا بيبقى لاعيبته بجهازه بادارته للمباراه ان شاء الله هيعمل نتيجه ايجابيه. مهم النادي الاهلي يعدي المباراه دي بدون خساره، لان هتفرق معاه جدا جدا جدا، يعني انه يبقى عنده مباراه باقيه على ملعبه مع يانج. فان شاء الله باذن الله يعني النادي الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه الجمعه مع المباراه اللي هنا ديت، ممكن يبقى اول مجموعه ان شاء الله باذن الله. مش تبقى مباراه سهله يعني، وطبعا اكيد طبعا يعني انا متاكد ان كل الناس طبعا يعني هيبقى في طبعا اكيد سؤال من حضرتك بالنسبه لمصطفى والمباراه اللي فاتت والمباراه اللي جايه، لان طبعا مصطفى شوبير من حراس المرمى اللي حضرتك كمان من الناس اللي كنت متوقع لهم يعني مستقبل رائع. المباراة السابقة أدى بشكل جيد جدا، يعني مباراة زي دي يدخل بيها بنفسية عاملة ازاي وبشكل عامل ازاي من وجهة نظرك؟ بص يا كابتن اسلام، المباراة اللي فاتت يعني وانت فاهم قصدي طبعا، انا قصدي اقول ايه؟ يعني المباراة اللي فاتت انا كان المهم قوي انه ما يبقاش عنده اخطاء. اوكي. يعني انا مش عايز يبقى متألق بقى تألق كبير، لا، انا اهم حاجة المباراة تطلع يبني عليها في اللي جاي، وده حصل. المباراة اللي فاتت مش عايزين نقول ان هو تألق وعمل يعني أيوة. عدت بشكل كويس. ما كانش في الحمد لله ما كانش فيه اخطاء. كل مواقف اللعب اللي جات له تعامل معاها بشكل كويس، مباراة عدت يعني بشكل يعني ما كانش يعني حته ان ما فيش عندك خطأ في اول مباراة افريقية في دور المجموعات في دور الابطال خارج ملعبك، كان مهم قوي ما يبقاش فيه اخطاء، دي رقم واحد. فالحمد لله ده حصل. النتيجة كمان ايجابية، ده حصل ان النتيجه 0-0 والمباراه عدت. طب كل مواقف اللعب اللي جات له حاجات سهله، مش هقول حاجات صعبه. يعني ما كانش في حاجه صعبه قوي يا كابتن اسلام في المباراه، عشان برضو ايه مش عايزين في وقت يعني نطلع السما وفي نفس الوقت نخسف في الارض، لا انا مش عايز كده. صح. انا عايز ان انا يبقى دايما موضوع التحليل، انا راجل متخصص في الحته دي. فانا لما باجي احلل المباراه اللي فاتت، المباراه عدت على خير، ما فيش اخطاء لمصطفى، كل مواقف اللعب اللي جات له مواقف سهله مش صعبه خالص، كلها حاجات بسيطه ولكن اتعامل معاها بشكل كويس قوي. وده كان مهم جدا ان عدي المباراه بدون اخطاء، عدت المباراه بدون اخطاء يبني عليها بقى في اللي جاي. اللي جاي بقى تديله ثقه بقى كمان، لان كل ما بيعدي مباراه، كل ما بيعدي مصطفى مباراه بدون اخطاء والمباراه بتعدي بنتيجه ايجابيه، كل ما بيدي ثقه لجهازه، بيدي ثقه للاعيبته، بيدي ثقه لجمهوره، حاجات كتير قوي بيكتسبها من كل مباراه بتعدي بدون اخطاء. مش عايز انا يعني موضوع بقى ان انا اقول مصطفى تألق المباراه اللي فاتت ومصطفى مش عارف كان، لا، احنا عايزين نقول مباراه عدت بشكل كويس، مواقف اللعب كلها عدى بيها بشكل كويس جدا جدا، ولكن في بس شويه يعني وانا بتفرج على مصطفى في المباراه اللي فاتت او بشكل عام في مباريات كتير، عايز يبقى فيه هدوء شويه في تحركاته، حسب تحركاته كتير قوي وتحتاج خشبات. لازم يبقى يعني ايه تحركاته كويس. كتير يا كابتن طارق معلش، يعني عنده يعني يعني دايما الحارس المرمى دايما لازم يتحرك ويبقى فيه ثبات، ويبقى دايما تحركاته كده محسوبه، ما يبقاش فيه استعجال شويه، ما يبقاش حركه كتير في الجول. اوكي. حاسس انه في حركه كتير في الجول، لازم يبقى عنده هدوء شويه في تحركاته. حارس المرمى بيتحرك من ياخد الخطوه ويقف، وبعدين يبقى هادي في شويه في تحركاته، ما يبقاش فيه، انا بحس ان في مصطفى بيبقى فيه جري كتير في المرمى، لازم يهدى شويه. انما الولد جول موهوب، جول عنده شخصيه، جول يبقى مستقبل للنادي الاهلي طبعا، مفيش كلام، عنده كل المواصفات ديت. انما كل مباراه بتعدي بصدقني دي طبيعه، انه موضوع حركه وتسديد الجول دي لها علاقه بانه عدد ماتشاته كل ما بتكتر، كل ما هتلاقي عنده الحركه بتاعته بتبقى يعني بيبقى تلاقي الدنيا، انا مش علاقه بخبره الحركه الخبره والكلام ده. بالظبط كده، كل ما خبراته تزيد في عدد ماتشاته كل ما تلاقي حركتك بتقل، حركته بتقل وبيعدوا خبرة الحركة بالدماغ أكتر تيالي. بص، كل ما خبراته بتزيد في مواقف اللعب، كل ما تلاقي الحركة بتبقى قليلة جدا وبيتمركز صح. هو ده اللي أنا أقصده، فده هتيجي بالخبرات وهتيجي بالماتشات الكتير إن شاء الله هيلعبها الفترة اللي جاية دي. وأنا متأكد يقينا إن مصطفى إن شاء الله في كل الماتشات اللي لعبها الفترة اللي جاية دي هيبقى له دور كبير جدا
فانه يبقى دايما نتيجه ان شاء الله ايجابيه للنادي الاهلي باذن الله. لان مصطفى انا يعني اختبرته وهو عنده 9 سنين، وهو عنده لسه 9 سنين لما كنت انا ماسك في الناشئين في النادي الاهلي. ايوه. وبعد كده لما مسكت الدرجه الاولى من 2012 طلع معايا بدايه طلوع مصطفى الدرجه الاولى في النادي الاهلي، كانت معايا برده في 2015 كان هو احمد طارق. وبعد كده كمل طبعا معانا فتره كبيره في النادي الاهلي، وسافرنا عملنا معسكر في اسبانيا ورجعنا من اسبانيا، كان موجود معانا في ماتشات كتير في الدوري. ومصطفى من الاجوان كويسه وعنده شخصيه، وان شاء الله يبقى مستقبل النادي الاهلي مع كل زمايله اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي باذن الله. يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم كابتن طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى نادي المقاولون العرب.